التي تذبح إما للهدي بالنسبة للحجاج في مكة أو بالنسبة للأضاحي في جميع أماكن المسلمين، لأن الهدي ما بيكون إلا في مكة فقط، ما في هدي بيذبح في غير مكة، والأضحية تذبح في أي مكان. طيب، قال: والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله. ربنا سبحانه ذكر البدن الإبل لأنها أعظم أنواع الأضحية والهدي، والبدن الإبل الواحدة يمكن أن يشترك فيها سبعة، يجوز فيها الاشتراك، تشتركوا سبعة أنفار، تشتروا عجل بقر ولا إبل، العجل أن يكون قد تم له سنتين فما فوق، والإبل ما تم له 5 سنين فما فوق، تشتركوا فيه أنتم 7 أنفار ما في مانع. أما الخراف اللي هي بيسموها الغنم، الغنم نوعين: الماعز والضان. الضان ما تم له 6 أشهر اللي بيسموه عندنا الجضع، بيقولها بالضاد جضع، وهي أصلا الجذع بالذال، ده ما تم له 6 أشهر فما فوق. والغنم ما تم سنة، يعني أنت لو دار تضحي من الماعز لابد يتم سنة، أما من الضان 6 أشهر فما فوق. لكن ما يجوز الاشتراك فيها، يضحي بها واحد بس، ما تقول نحن 3 أخوان في البيت نشترك، أي زول يدفع لي 1000 جنيه ولا 2000 عشان نشتري خروف واحد نضحي به كلنا. الأضحية من الضان ومن الماعز ما يجوز فيها الاشتراك، واحد بس، والاشتراك يكون في الإبل وفي البقر. طيب، ربنا يقول: جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف. صواف الإبل لأنها بتنحر، مش بتذبح، بتنحر نحر وهي واقفة، بيعقلوا رجلها الشمال أو اليد القدام الشمال يعقلوها وينحروها نحر، بتطعن في أدنى الرقبة بتاعتها طعنة ولا جرحة، فأنهرت الدم، ده النحر بتاع الإبل. فاذكروا اسم الله عليها صواف وهي واقفة، فإذا وجبت جنوبها، يعني لو سقطت على الأرض وخلاص سلخوه وبقت على الأكل، قال: فكلوا منها. وده فيه شرطية يا أخواننا، التسمية عند الذبيحة لا بد من تسمي، ما تجي أنت تذبح أنت غافل، وقد يكون الضباح اللي بيذبح لك غافل وتلخبط الحكاية ساي، لا بد من ذكر اسم الله، لأن ربنا قال: ولا تأكلوا، لاحظ، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يعني، وإنه لفسق، حرام ما بيؤكل. عشان كده تحرص لو بتطبخ بيدك تسمي ربنا عليه، أو لو بيطبخ لك ضباح أنت تذكر أنه يسمي الله سبحانه وتعالى. ربنا قال: فاذكروا اسم الله عليها صواف وهي واقفة، ده بالنسبة للإبل. وبالنسبة لغيرها: فإذا وجبت جنوبها، وجبت يعني سقطت على الأرض، تذكر اسم الله عليها. طيب، قال: فكلوا منها بعد ما ضبحتها. من سنن الأضحية إن الإنسان يأكل منها ويهدي ويهدي ويتصدق، وفي فرق بين الصدقة والهدية. الصدقة بتكون للمسكين اللي ما عنده حاجة، الفقير، والهدية بتكون للغني، وهي مما يجلب المودة بين المسلمين، زول أخوك وهم ضحي وأنت مضحي، لكن لما تدي منها هدية هذا مما يجلب المودة بين الناس. عشان كده ربنا قال: فكلوا منها وأطعموا القانع،
والمعتر. القانع هو الغني الغير محتاج، والمعتر قيل الفقير، وقيل القانع هو الفقير المتعفف. في ناس عندهم عفة شديدة، الواحد ممكن يكون ما عنده حاجة. ربنا قال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. زول عفيف ما عنده حاجة لكن ما بيسأل زول. شكد أحد الشعراء قال استغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجملي. اتجمل بالعفة. في ناس ما عندهم حاجة لكن عفيفين، لا يسألون الناس إلحافا. كويس. القانع والمعتر، المسكين اللي بيسأل والما بيسأل أديهم منا. إذن يا أخواننا دي مما ذكر في الآية، وفيها تنبيه بعدية طوالي. ربنا قال لك لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. الأضحية اللي انت بتذبحها دي ما بيصل يا ربنا اللحم ولا دمها. قال ولكن يناله التقوى منكم. انتبه لي دي كويس. الأضحية دي مفترض تطلع من القلب قبل ما تطلع من الجيب، طلعها من قلبك. انت ضابح الأضحية ليه؟ عشان ناس الحلة يشوفوك وانت جبت خروف كبير، عشان ولاداتك ما يزعلوا يوم العيد قدرت تفرحهم. ليه؟ سبب شنو؟ اذا كان ده سببك ما عندك من اضحيتك الا اللحم اللي اكلته، ما عندك منها حاجه. عشان كده ربنا قال ولكن يناله التقوى منكم. تعمل يا الله الاضحيه دي من يوم تشتريها تشتري الخروف السمح. ربنا قال وهل جزاء الاحسان الا الاحسان. ما تشتري المنافع ولا الهزيل، اشتري الخروف السمح. واجر الاضحيه بحسنها، لما تكون تمام خاليه من العيوب. كويس. وتكون لي الله ما لأي سبب تاني، لأنه ما من عمل يوم الأضحية أفضل من إراقة الدم. ما في عمل أفضل من الضحية دي. أفضل عمل تقدم لربك يوم العيد الأضحية. اشتري، بعض العلماء قال تشتري الغالي، وده ما معناه تمشي في السوق تقول لهم كده أغلى واحد وينه، بيطقوك في السوق ده بيضربوك كده ضرب نظيف. لكن أنت تختار الحسن وبكون سعره غالي، ما صي بهيمة سعيرة قدر سماحتها. اشتري السمح لأنه أجره أكثر وأجره أعظم عند الله سبحانه وتعالى. طيب، وتكون خالية من أربعة عيوب. في عيوب أربعة لا بد تخلو منها. في حاجات تانية كمالية وفي أشياء أساسية. الأساسية أربعة، ما تكون مريضة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك البين مرضها، مرضها ظاهر ما بتقدر تلحق أخواتها في المراح، مرضها ظاهر دي ما بتجوز ولا أضحية. اثنين قال لك العوراء، البين عورها، يعني لو فيها هبشة في عينها بسيطة ما بتأثر، لكن لو عورة عديل ولا عيونها بيضات الاثنين هذه ما بتجوز. ثلاثة قال العرجاء، البين عرجها، مش عرجة خفيفة، ظاهرة عرجاء بتقدر تمشي مع المراح، دي ما بتجوز. أربعة الهزيلة التي لا تنقي أو لا مخ فيها، بهيمة رهيفة جدا دي، بعدين داير لك جركانه بتاع الزيت كامله عشان تنجضها، هزيله دي ما بتجزئ في الاضحيه.
دي الأربعة دي ممنوع تضحي بها تماما. أما مكسورة القرن ولا مقطوعة الأذان ولا الموسمة ولا المجروحة جرحة بسيطة دي ما بتأثر، هي الأفضل تكون سالمة من ده، لكن لو جبتها بالشكل ده بتضحي. بعدين يا أخواننا في فريق بين أنت جبت بهيمتك بتاعت الأضحية وخلاص بكرة أنت الضحية دار تضبح، لما في البهيمة الشافع طقها كسر كراعة، هنا الوضع بيختلف. قالوا إذا لم تكن أنت السبب، أنت ما فرطت، أنت ما سبب، لكن كراعة اتكسرت وما فرطت أنت وما كنت السبب، بجوز تضحي بها لأنه أنت اشتريتها وجعلتها أضحية، والصباح قمت أنت الخروف اتفك دار تلحقه قبضته قديت عينه، يجوز تضحي به لأنه أنت ما فرطت واشتريتها سليمة خالية من العيوب، وربنا أراد أصاب العيب ده في وقت أنت خلاص طلعتها للأضحية. طيب التنبيه اللي قلناه قبيل، ربنا سبحانه وتعالى قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. شوف التنبيه اللي جاي ده، قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. الأضحية دي يا أخواننا عبادة لربنا زكية جدا وعبادة عظيمة، وعشان عبادتنا دي ربنا يقبلها نحن مطلوب مننا شرطين. الشرط الأول نعملها على السنة، ودي الضوابط اللي قلناها قبل شوية، نضبح بعد الصلاة وتكون سالمة من العيوب، ووقت الذبح من بعد الصلاة لحد اليوم العيد الرابع، يعني يوم العيد وثلاثة يوم بعده لحد غروب الشمس، دي كلها أيام للأضحية، عملناها على السنة بالشروط دي كلها. الشرط الثاني أن يخلص عملنا من الشرك، العمل ده وغيره، انتبه، العمل ده ما يكون لغير الله، ده شرط، لأنه قبل قلنا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لكن مو ده وراه، باقي أعمالنا ذاتها لابد تكون خالصة من الشرك، ولو ما بقت خالصة من الشرك ده وديلا كلما مقبولات، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. طيب ما هي المظاهر خاصة اللي بنشوفها اليومين ديل؟ خليك من الحاجات في أيام السنة الثانية، اللي بنشوفها اليومين ديل في أيام العيد الجاي علينا دي، الناس يوم العيد في واحد ماشيين المقابر، واللي بيمشوا المقابر ديل لواحد من أمرين والاثنين حرام. الأمر الأول تجديد الأحزان، عندهم زول مات قريب يمشوا المقابر كلهم، النسوان لابسات اسود ويبكوا في المقابر ويمشوا ليزولهم، واحدين يتكلموا معه يا فلان فقدناك الليله وكنت انت معانا، والوكيل ده لابس جلابيتك البيضه والوكيل ده ما عارف تعمل في شنو، يتكلموا مع الميت، ده يا اخوانا ما بيجوز، وده يعتبر من النياحه وده حرام. النبي عليه الصلاة والسلام قال أربع في أمتي، خد بالك مش الأمم الثانية، في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن، ده ما بخلوه. قال الفخر بالأنساب، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، دي الناس خلوها وحيخلوها، ما بخلوها كله كله، فلان ده قبيلته كده وده قبيلته كده وده جاي من وين وده ملقط وداك عربي وداك ما تعرف عب وداك شنو،
بخلوها دي ما بيخلوه اصله. شفتها؟ قال لك في امتي من امور الجاهليه، دي من الجاهليه يا ناس. النبي صلى الله عليه وسلم داس بكراعه برجلي عليه الصلاه والسلام، قال كل امر من امور الجاهليه تحت قدمي هذه. انت تجي ترفعها فوق راسك؟ النبي قال لك تحت قدمي. تجي بتصنف الناس بقبائله؟ بعدين قال والاستسقاء بالنجوم، بيقول لك المطر بيجيب النجم والرزق بيجيب النجوم، والناس اللي بيقروا الابراج من الصباح مش في الجريده يقرا البرج بتاعه يقول لك برج العقرب، ولا لا بيحصل لي كده عقرب بتاع شنو انت موهوم ولا شو؟ في عقرب عندها تصرف في حياتك انت، وبرج الجدي ومعارف برج الحمامه وبرج شنو معارف، كلام فارغ. قالوا النياحه دي نمره اربع، النياحه ما بخلوها الناس يمشي يوم العيد يجددوا احزانهم. واكعب من ديل النوع الثاني اللي بيمشي للقبور بتاعت الموتى، تلقى مقابر بس فيها زول دافنينه في قبه، ولا ساوي له ضريح، ولا رايه علم خاتنه فوق القبر، تلقى الجماعه ما يعنوا الا القبر ده بس. والدار الجنة بيسالوا، والدار الرزق بيسالوا، ها والعنده مشكله بيسالوا، وهو جوا المسكين ده ما عنده حاجه. اللي عندك انت هو ما عنده. انت ما شاء الله جاي لابس لك جلابيه وطاقيه، هو ذاك عنده جلابيه ولا عنده طاقيه؟ ذاك راجل سايق ما عنده حاجه. لكن بعد الجهل والمساكين لانه غشوهم وقال لهم الرزق ترى في القبور ديل، والخير والبركه في القبور، ينتهوا من صلاه العيد لله، صلوا لله العيد، شالوا نوبتهم ومرقوا. دي احنا عندنا كمان خاصه في غرانة دي هناك، حدث ولا حرج. بعد العيد في النوبه الناس بيرجعوا من صلاه العيد بالسيره بتاعت النوبه، وقوم يا اخي ناديهم لي وهل الله البزيل البي، وبناديهم. طيب تناديهم ليه؟ انت ما صليت لله قبل شويه؟ الدعاء ده ما يكون لله ماله يعني؟ الدعاء ما يكون لله، لكن شغالين يردحوا ويندهوا وما يخلوا لهم فكبه وراهم. ده كله يا اخواننا من مظاهر الشرك. الزول كان شغال زي ده، الأضحية وغير الأضحية كله عند الله ما مقبول. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر يوما الموجبتين. الصحابة سألوا الكلمة دي شنو الموجبتين يعني يا رسول الله؟ قالوا حديث جابر قال الأولى من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. الشغلة خربانة يا ناس، الشرك بخريبة كلها. عشان كده الناس تعمل حسابها. والكلام في العقيدة أنا عارف كثير، وبكون المشايخ هنا يومي بنضو في الموضوع ده، وأي زول بيجي بيمسك المايك ده بنضو فيه، ودايرين كلام زيادة كمان إحنا، مو ده براو، دايرين زيادة، لأنه بنخش السوق ده جوا شوف الحاصل. في واحدين مسلطين بتاع انحجابات بيجي بيبيعوا للناس اللي في السوق ديل. أي زول بضاعته ما مشت بيجوا بيقول له اسمع خلي الدكان ده يتحرك شويه نربط لك ورقه فوق، السوق بيتحرك. شفتها؟ يدق فيك مقلب ويشيل منك قروش، ولا بحرك سوق ولا بيعمل حاجه. يا اخي واحد من اخواننا بيحكي لي، ودي من ألذ الاشياء اللي بتوقع لك ذاته مفهوم العقيده، وتعرف انه الناس المحتالين بيحتالوا الناس بهذه الامور. قال لي قال واحد فارش له عروق وحجبات في السوق، سوق ام درمان، عرق يبيع لك عود بتاع شجره، عود صغير تلقى فارش يبيع لك، يقول لك ده فيه البركه. يا زول البركه شنو ده عود؟ قال واحد جا زول عادي ساي وقف جنبه، قال خلاه واتلفت كذا شال له عود من الواطه صغير، جدعه مع الاعدام بتاعته دي. بعد شويه ذاك اتلفت شال له العود حقه ذاته، قال له ده بتاع شنو؟
يا زول ذاك عجبك قاعد ينظر ده بتاع النزله قال له بتاع شنو ما عارف نزله بتاع شنو جدع عصا عشان تعرفهم محتالين ويخدعوا الناس لكن ما يحتال الا زول ايمانه ضعيف مش ايمانه ضعيف ده ما عنده ايمان ذاته زول يعتقد رزقه في عود ولا ورقه ورقه يا ناس الواحد تلقى رابط الورقه تقول له دي بتسوي شنو يقول لك بتجيب الرزق طيب قول له هو ده انا عندي مصحف كامل 114 صوره كيف ده اديك واحد مره قابلني عسكري ضابط كبير ذو العاقل ذو ما شاء الله فاهم جدا قال لي في مكتب بتاعي ده انا معي عساكر بناقشهم بالحجه دي واحد بيجي رابط حجباته يقول لك دي بتحاميني يقول له شنو يقول له قران ما غشوه يقول له قران غشوه ساي قران كويس يقول له القران الفية الكثير هي ولا المصحف اللي قدامي ده يقول له المصحف يعني الاحسن هي ولا المصحف يقول له الاحسن المصحف يقول له هاك شيل المصحف ده اديني ليه يقعد يتلفت ما عنده حلل يقدر يقول له لا شيل المصحف المصحف ما قاعد في السوق يا اخواننا مصحف بيع 40 جنيه ولا ب 30 جنيه يجي فكي يبيع لك حجاب ب 200 جنيه عارضنا في الجرايد قال ارتفاع اسعار الحجابات والله ارتفعت قال دي ما بلاوي دي البلد دار شغل في الباب ده شغل تمام شغل تمام خلي الناس اللي ملصون ويجدعوا الكلام الفارغ ده برا معقول يا اخي انت مسلم عقيدتك في الله ولا عقيدتك في ورقه وذاتهم ما معروفه الناس دي عقائدهم وين ذاتهم ما معروفه شغل ملخبطه وجايطه كلها وده كله بسبب ناس قالوا لهم ده دين اهلنا ما مساكين ناس دايرين الدين ونياتهم طيبه وناس على بساطتهم دايرين يتعلموا الدين اول ما قاموا عينهم فتحت لقوا ديل قاعدين في وشهم وقالوا لهم يا هودة ترى الدين عشان كده يا اخواننا نحن حرصنا يكون على حاجتين في ديننا كله حاجتين الاولى ننظف قلبنا ده ما يكون فيه الا الله سبحانه وتعالى اللي بينفعنا الله واللي بيضرنا الله واللي بيجيب الرزق الله دينا ننظفها تمام نجيها الثانيه اي عباده نسال السنه كيف ما تشتغل ساي السنه في العباده دي كيف ما تبقى الشغلانه كلها خرافات ويوم جايبين لك قصه وعباده ملتقينها للتيق مرقعه دي ما بتنجح عباده تكون على السنه المستقيمه تمام احكام الوضحيه دي نمشي نتعلمها من كتب السنه نتعلمها كلها من اولها لاخرها واعمال يوم النحر شنو ذل العشاء بيعملها والذل لو حاج ممكن يضحي ولا ما ممكن يضحي كل الاحكام نتعلمها ونعبد الله على الكتاب والسنه عباده صحيحه نلقى بها ربنا يوم القيامه ربنا يرحمنا ان شاء الله جميعا جزاكم الله خير وبارك فيكم. اذا ربنا رزقهم بيضه او عربه او كذا تلقاهم يكبوا الكمون في شنو؟ في البيضه كذا يا اخواننا المساله دي بس نجاوب على السؤال ده. انا ذاتي على عجله من امري. المساله دي زول ربنا رزقه بيت يقوم في الساس بتاع البيت يجيبوا كمون يكبوه ولا عيش ويقول لك ده بيجلب الرزق ولا بجيب الخير للبيت. والنوع الثاني اللي بيشتري عربيه يقوم يذبح وبعد ما يذبح لها ذبيحه يشيل الدم ويلصقه في العربيه. والدم ده انجز دم. انت عارف الدماء الموجوده شفت دم الحيض ودم النفاس مش نجس؟ ده انجز منه. الدم اللي بيطلع من رقبه البهيمه اول الذبيح ده انجز دم. يشيله ينجسه بالعربيه. ليه الكلام ده كله؟ ده تغرب في الحقيقة للشياطين وللجن كأنه بتقول للشيطان أنا ضبحت لك بعد دخل البيانات عامرة وصاحبني وكذا ما في مشكلة وده ما بجوز يا أخواننا ده كله من الإشراك بالله سبحانه وتعالى ما بجوز لا تعمل ده ولا ده إنت دار تعمل كرامة مش بتعمل الكرامة دي عشان البيت ما تجيه حاجة لا الكرامة دي شكر لله يا أخواننا أفهم النية دي ذاتها بتفرق الموضوع الكرامه شكر لله، لكن انت لو ضبحت عشان البيت ما يخشوا الشياطين دي حرام. اشتريت عربيه ولا بيت ولا اي حاجه اعمل كرامه لله
شكر لله على النعمة دي بس، غير كده تبقى حرام. نعم، جزاكم الله خير أخوان، ما نخليها المرة الجاية. أها. على من تجب الوصية؟ وإذا وجد الوصية كيف تكون الإصلاح بتاعتها؟ نعم. إذا كانت واجبة عليك متركة تكتب. سؤالك مهم. احنا حنمشي كده كتير خلاص. على من تجب الأضحية؟ الصحيح يا اخواننا انه الأضحية لا تجب ولا على شخص واحد، ولو عنده 20 عمارة زي دي لا تجب، وهي سنة مؤكدة وضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، الأول عنه وعن أهل بيته هو وأهل بيته، والثاني عن أمته. أي زول ما ضحى من أمة محمد النبي صلى الله عليه وسلم شنو؟ ضحى عنه. فهي ما بتجب، لكن بعد ذاك نقول هي مشروعة لمنو؟ مشروعة لأي زول بيقدر عليها، أي زول قادر عليها. قادر يعني شنو؟ يعني عندك حق هسا، أو بتقدر تدين وتسدد حتى لو ليلة ما عندك، لكن انت عشمان بعد العيد تبيع بضاعتك وتسدد الدين بجوز. او انت موظف بتقدر تشتري بالاقصاد، اشتري ما في مشكلة. مرة ولا راجل، انت لو رب البيت انت الرجل، او ربة البيت امرأة مطلقة ولا زوجة مات، يجوز للمرأة تشتري الأضحية. كويس؟ لو انتوا إخوة في بيت واحد، لو كلكم زي ما بقولوا أهلنا حلتكم واحدة، يعني البيت مطبخكم واحد، هنا المشروع لكم أضحية واحدة، وإن زدتم فهو خير. لو انتوا في بيوت بيتكم واحد، لكن أي زول فاصل بجاي ومطبخه بهناك، وده فصله بهنا وقبل وطه كده، وده فصله وقبل كده، أي زول مطبخه براه وأضحيته براه. طيب لو انتوا 4 اخوان ما بتقدروا تشتروا، اي واحد براو، لكن دارين تعملوا شيرنج تشتروها باسم واحد، انتوا مساهمين معه وساي، لكن اشتراك ما بجوز في الخروف، تشتروا كلكم اعمل اخوكم الكبير او باسم الوالد اشتركتوها مع بعض، ده بجوز. كويس؟ الزول الباقي على الأضحية يعني دار يشتريها من يوم السبت الفات اللي هو يوم 1 ذي الحجة لحد ما يطبح بهيمته، ما بجوز يحلق شعره، ما بجوز، حرام يحلق شعره ولا يضفر ولا يحلق اي شعر من جسمه لحد ما يطبح اضحيته. والعلة فيها قيل تشبه بالحجاج، لان الحجاج ما بيحلقوا، وقيل العلة فيها انه الاجر بتاع اضحيتك دي يبقى كل عضو من جسمك عنده نصيب من الأجر ده، عشان كده خلي أطفالك قاعدة عشان تاخذ نصيبه، وخلي شعرك قاعد عشان ياخذ نصيبه من الأضحية. كويس؟ والناس اللي في الحج يجوز لهم برضو الواحد يبعث المال لأولاده يضحوا، والزول اللي برا السودان يجوز يرسل قروش ويوكل زول يضحي عنه. اما الموكلين مش سيد الاضحيه، الزول اللي وكله ما عنده مشكله، لو حلق شعره لو ضفر ما فيها مشكله، لانه موكل ما سيد الاضحيه. اما سيد الاضحيه البر ذاك لا يحلق ولا يضفر ولا يشي. دي مجمل مساله شنو؟ السؤال بتاعك الطويل ده. جزاكم الله خير.